اقول له ايش رايكم راح اخذ لكم ايس كريم تبردون شوي؟ لا 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 ما ابغى، تنتفخ علي اللوز. وانا عندي السكر، تبي تمرضني؟ ليتني جايب لكم لحم مفروم. يعني تمرقت هذا الولد ما يحتل ولا يفتح. انا اللي تمرقت لك نفسي يا ايوب، انت قاعد ترى متاخر. يا ابو العيسى انا اللوزي يا ابو العيسى، انت جاي على واحد وخاو وداو يا محمد. هذا وقتك يا خالد، افهمي معاه، انا ما اقدر كذا والله. انا اتمرن انت بتقومي، انا ما اقدر كذا. شو اسوي في عمرنا احنا لسه؟ يا سلام، من زمان وانا اتمنى هذه الوظيفه الفخمه. من يوم تخرجت من سادس وانا ابغى اصير فعال في المجتمع. هلا، وش تبين؟ انا في مكتبي الجديد، شوفي ما حولي اي احد، لحالي بروحي. وليه ما اعطيك مكتب لحالك؟ رقوني، صرت مدير خدمات الديون المستعصيه. وانت الحين داق علي تبشرني؟ يا امتحان ما دقيت عليك، انت اللي داقه. بالضبط. وش اللي بالضبط؟ يعني ما دق علي تبشرني بالشيء الجديد، بس شاطف الطلبات. اقول ضفي وجهك بس، ذبحتيني. اعوذ بالله. دق ميجر الاخو. يا اخوي مو بوقتك، بحلال انقل، الله يرحم والديك. ليه ليه ليه؟ ايش فيك يا ساسه؟ ليه ليه زعلان؟ ساسه؟ انت مبسوط انت وذا البريه اللي انت لابسها؟ لا عاد اشوف وجهك، الله يرحم والديك، ترى ماني فاضي. الله يشوف، ما اشوفك والله تشتغل بغير طايح غراميات انت زوجتك. يا اخوي ضف وجهك، الله يرحم والديك، هذا ملف سحبناه بنشتغل، وهذا انا بتصل. تحسبني بتركك لحالك تلعب؟ لا يا حبيبي، ما راح اتركك لحالك. لا اقول ما ودك تنقل، الله يرحم والديك، خلني اشتغل على راحتي، الله يرحم امك وابوك. دقيقه دقيقه، انت وش تدري وش قاعد تسوي الحين؟ تعرف؟ اي اعرف وش اسوي، أبتصل على زبون وأقول له يسدد. طيب إذا قال لك لا ما يمسدد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أبى أقول له سدد غصب عنك. وإذا قال لك ما يمسدد غصب عني، معصي يا أخوي، فيه الشرطة. وإذا أسحبوا عليك الشرطة بعد؟ أدمي ملفك وأسحب ملف ثاني طال عمرك، وأتصل على واحد ثاني يسدد. أيوة أيوة، يلا اتصل ورني. حول. ألو، السلام عليكم، معاكم شركة تحصيل الديون. إيه يا طول عمرك. لا بس اتصلنا عليك أول، الله يطول عمرك، عشان نقول لك بس تسدد حق الفترة اللي راحت. لا مو بالقصد كذا الله يحييك، بس إنه لازم الواحد يجي يسدد ولا بنوقف عليك ال... يا أخوي إيش بلاك أنت؟ لا تقعد تغلط، الله يرحم والديك. أنا مالي دخل يا أخوي، موظف أنا. ألو ألو، صك الوجه في خطي، قصدي صك الخط في وجهي يا ابن حلال، امتحنتني. ايش دخلني انا؟ ما ودك تنقلع انت ولا شغل رابح صقر الحين؟ لا 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 والله خلاص خلاص سعد، والله اني بعقل. تنقلع؟ ايوه خلاص اعقل. ها وجهك قاعد لحالك هنا، ما عندك مخده. انقلع بس.